حقك كمواطن انك تعرف فلوسك بتخسرها فين. النهارده لازم اعرفك معلومه اكيد ما تعرفهاش قبل كده من حد. انت ما تعرفش طبعا ان لاين بيت دي هي فرع من وان اكس بيت؟ ما تعرفش المعلومه دي صح كده؟ طيب تمام. ملي بيت بقى دي هي نفس وان اكس بيت بس تحت مسمى تاني. تمام، ما تعرفش المعلومه دي اكيد. اكيد حضرتك ما تعرفش ان دي شقيقه وان اكس بيت. طيب ما فيش مشكله، جوبت هي اسوأ فرع حصل في تاريخ اسره وان اكس بيت. تمام يا صاحبي، كل دول ملي بيت ولاين بيت وجوبت دول تبع الشركه الام وهي وان اكس بيت. وان اكس بيت تمام يا اخويا، دول كلهم تبع وان اكس بيت. على فكره لو عملت ايداع في لاين بيت وملي بيت وجوبت مش وتعلق منك مش هيرجع، لان ما عندهمش خدمه عملاء هترجع لك الايداع بتاعك. فانت ما تتعبش نفسك، خدمه العملاء فعلا بترجع الفلوس في وان اكس بيت، بس شركه كلها نصابه. ده الفيديو بتاع النهارده، حبيت اقول لك المعلومتين دول في الاول عشان تبقى عارفهم بس، وتعالى نخش في التقيله معانا. في بدايه الفيديو يا رجاله، حضرتك عايز تعوض فلوسك وانا عايز اعوض فلوسي، كلنا عايزين نعوض فلوسنا، كلنا خسرنا. طب تمام يا صاحبي، تعالى نعمل تجربه مع بعض. بس قبل التجربه دي عايز اقول لك ما تنساش تسجل بالكود بتاعنا وهو خازوق 1 2 3. اكيد عارفين كلكم خازوق 1 2 3 ده الموقود المخصص في القناه بتاعنا، بيديك طبعا نسبه حظ، قصدي نسبه خوازيق فوق ما تتخيل، بالاضافه ليوم الجمعه والسبت برضو بيدي لك خوازيق اكتر. تمام، بتروح برضو يوم الثلاث تستلم الخوازيق دي من البنك او اي بوسطه او تجي لك فودافون كاش، مفيش مشكله. ما تنساش يا صاحبي الخازوق بتاعنا، واللايك الجميل اهم حاجه، اللايك الجميل يا صاحبي، والله اللايك ببلاش. بس لو فعلا عايز الناس تشوف الفيديو اكتر وتاخد اجر عند ربنا اللي انت بتساعد في النشر، اعمل لايك، مش هتخسر حاجه. طيب دلوقتي التجربه بتاعتنا يا جماعه، احنا دلوقتي معانا 3446. حضرتك عامل ايداع ب 3740 وخاسر فلوس كتير جدا، وداخل تلعب هتعوض، مش هقول لك هتعوض مالك كله، هتعوض جزء صغير. حضرتك انا اتكلمنا عن لعبه لسه نازله جديد عاملها وان اكس بيت، اللي هي الماينس او منس تقريبا، في اكس 5 مليون اللي هي اللعبه دي، في اكس 5 مليون انا اتكلمت عنها وعملت عليها فيديو. تمام، بس تقريبا في حاجات انا نسيت اتكلم فيها دلوقتي اكتشفتها وانا بجربها. هتفتح اللعبه معانا يا رجاله ان شاء الله وهقول لك الدنيا فيها. بص يا صاحبي، اللي كنت اتكلمت معاك المره اللي فاتت، انا دلوقتي هعمل رهان ب 10 جنيه، تمام يا اخويا؟ بيقول لك اول رهان هختاره، يعني انا هختار هنا كده الجوهره دي كده ضربت في اكس 1.7، تمام؟ يعني ضافت لي 7 قروش بالمعنى الاصح، 7 قروش. طيب تمام، انا دلوقتي هختار كده وهختار كده، تمام؟ هي مش هتوصلك اكس 2 عشان تبقى فاهم. مش هتوصلك اس 2 ليه؟ لان التحديث الجديد ده اخره لو حضرتك عملت ايداع، تمام، هتكسب 2% بس. لو عامل ايداع ب 1000 جنيه ممكن تكسب عليها 200 جنيه، وبعدها هتسحب منك كل المبلغ الموجود هتسحبه منك اللعبه من غير ما تاخد بالك. تمام يا صاحبي، احنا نكمل مع بعض. بس اللعبه بص شغل عشوائي اهو، بختار عشوائي. انا هاخد دي كمان كده، لسه في اكس 56، جابت معانا كام؟ يعني معانا مكسب 5 جنيه و60 قرش. انا لو كملت تاني لا اما هتجيب معايا لا اما هتخسر، لان اللعبه مش هتطلعك اكس 2 لو عملت ايه، فهمني؟ دي مستويات. طيب نجرب بس مع بعض كده نشوف هتطلعنا اكس 2 ولا لا. بص مش هتطلعك اكس 2، فهمني؟ مش هتدي لك ضعف المبلغ تاني. طب ما بالك بقى لو عملنا الاود اعلى، هعمل لك الاود اعلى دلوقتي وافرجك، بس هلعب جيم تاني برضو بنفس المبلغ 10 جنيه، تمام؟ اشوف هتوصلنا اللعبه هي دلوقتي خسرتنا وعرفت ان احنا بنلعب بطمع، بمعنى الاصح بنلعب بطمع. طب هي طبعا هتدينا ولا مش هتدينا؟ تعالوا نجرب. طيب كده دي اول واحده. بص عايز افهمك حاجه، حضرتك
ما تقولش مثلا انا هضرب مربع ده والمربع ده والكلام ده. المربع هي اللعبة، اول ما بتضغط عليه لو عايزة تجيب الجوهرة تحت المربع هتجيبها لك، عايزة تجيب القنبلة تحت المربع هتجيبها، فاهمني؟ يعني بمعنى الاصح اللعبة هي اللي متحكمة فيك، مش انت اللي بتحكم وبشطارتك لا انا هدوس هنا وادوس هنا. هي الاستراتيجية بتقول كده. لا لا لا، اسمع كلام اخوك. بص انا يعني حاولت ان انا افتح الشاشة وادوس كده جت معايا صدفة، هي بتحاول تكسبنا. تمام، اي مربعات عشوائية دلوقتي هتحاول ترفع معانا على القود اللي احنا خسرناه، هتقلع عنه سنة بسيطة. ركز، بص بص بص، هتجيب معانا دي، تمام، مش هتوصلنا اكس 2. خد بالك انت، احنا دلوقتي معانا اكس 73، واحد 73، هنشوف هتجيب لنا اكس 2 ولا لا، عشان تضاعف المبلغ مش اكتر، عشان تضاعف المبلغ. اصل دي بتدي لك نسبة مكسب ضئيلة جدا فوق ما تتخيل. تمام يا اخويا، دلوقتي اهو بص، مش هتجيب معاك، مش رافعة، مش رافعة، لان حضرتك بتقول لي كنت سحبت. يعني انا حضرتك هسحب 7 جنيه، 7 جنيه تمام قصتها، لو سحبت مرة مش هتكسبني تاني على القود ده، لازم تفهم دي، لو سحبت مرة مش هتكسبك تاني. كل القصة الالعاب دي عايزة تكسبك، هتكسبك، مش عايزة خلاص، فاهمني؟ طيب مفيش مشكلة، هنعمل مع بعضنا كده، هنرفع القوت شوية. شوف لما نرفع القوت شوية ايه اللي هيحصل، هنخليه مثلا يضرب في اكس 2. بص المناجم، هنضرب في اكس 2، اكس 2. بص يا صاحبي، اول ما تلعب اكس 2 هتدي لك خبطة واحدة وبعدها مش هتشوفها تاني. لو سحبت الخبطة دي انسى ان انت هتشوف مكسب تاني. تعال نجرب مع بعض. تمام، ادي اول خبطة. تمام، دلوقتي عايز التانية اهو، جابت معانا. ليه بقى جابت معانا؟ ليه؟ لان الحساب، مش هقول لك، مش هقول لك الحساب، هقول لك في الاخر. طيب تمام، هكمل. بص خلاص، هي جابت معانا 4 زي بتقول لك انت خسرت المرة اللي فاتت، هنحاول اعوض لك اللي انت خسرته، لكن مكسب هتاخده مني تاني انسى. اللعبة بتقول لك كده، هتاخد مني مكسب تاني انسى. شايف القنابل قد ايه؟ شايف؟ تمام، عشان احنا علينا القود، علينا القود بتاع اللعبة. طيب مفيش مشكلة، هنلعب ب10 كمان وهناخد دي كده وهناخد الأخيرة. تمام كده، بص ركز بس لما اسحب، خد بالك انا ضعفت المبلغ بس كام، لا يعني يعتبر اكتر من ضعف في 4. تمام، هلعب جيم كمان ونشوف. بص بص، شفت اللعبة عملت ايه؟ ركز انت، خلاص هي مش بص، طالما اغديتك مره مش هتكسبك تاني غير لما تاخد اللي اديتهولك بالزياده، وبعدين ترجع تدي لك جيم او اتنين وترجع تاخده منك بالزياده، لحد ما حضرتك تتعصب وتتنرفز وتخش تلعب بفلوسك كلها وتخسرها. دي الاسلوب بتاع الالعاب دي، عشان تبقى فاهم يعني، دي الطريقه بتاع السيستم. قبل ما حضرتك تخش تلعب لعبه لازم تبقى فاهم، بالنسبه للناس اللي لسه مكمله يعني، انما الناس اللي ربنا كرمها ومش مكمله ده انت كده خلاص، ربنا نجاك من هلاك، ربنا احنا بغنى عنه، ربنا يرحمنا كلنا. تمام يا اخويا، بص بقى ركز، هعمل معاك كمان واحده ممكن تكسبنا وممكن لا، فهمني؟ بص بص، شفت شفت اللي حصل ايه؟ خلاص هي لازم تاخد حقها، لازم تاخد حقها. خلاص اذا ضربت لك المره اللي فاتت 4 هتاخد حقها. ما تقوليش طب ما تضاعف المبلغ، حاضر هضاعف المبلغ كده 10، ماشي بعد 20 اهي. طيب هنختار كده علشان ضاعفنا المبلغ بس، هتجيب. تمام، حلو قوي كده. بص ركز معايا، انا هسحب دول كفايه قوي، انا هسحب دول. تمام، ركز بقى لما نخش الجيم اللي جاي. تمام تمام، التالت مجاش، التالت مجاش. هي بقى عايزة منك ايه دلوقتي؟ بتقول لك بص انا بكسبك علشان انت ضعفت المبلغ، فاهمني؟ يعني بتقول لك انا بكسبك عشان ضعفت المبلغ. هي اللعبة عايزك تخش بالمبلغ الموجود معاك كله. طيب ماشي كده، هنضعف كمان 20، هنلعب على 40، هنلعب على 40. تمام، وهنضرب هنا كده وهنا، ملحقناش ملحقناش. شفت الاسلوب بتاع الالعاب دي ازاي؟ حاول تفهم وتركز، متخليش حد يضحك عليك وتشوف فيديوهات تانية، مفيش حد يقولك الكلام ده،
مفيش حد يقول لك الكلام ده. اللعبة دي نازلة بقود قليل علشان كل الناس تخش تلعبها وتطمع في اللعب، تمام؟ وتطمع في اللعب، يعني حضرتك تلعب تبص يا ده بص لود القليل، طب ما انا اعلق 100 واضرب على اللود القليل وشوف الدنيا. طيب تعال انا اعمل معاك التجربة، مفيش اي مشكلة، انا هنزل تاني بالقود اهو، بص في البداية خالص على ما نجم 2، تمام؟ وهعمل كده، لا عديني الجيم ده، معلش عديني الجيم ده، تمام. بص يا صاحبي انا هضيف هنا 100، بقت 140، تمام. هنلعب على الضعف الرهن، نشوف هيضربوا معانا في اكس 2 ولا مش هتجيب الاكس 2. بص كده، ادي 1 2 3 4 لحد دلوقتي هي في كام؟ اكس 1 41، تمام. 140 بقت كام؟ 218. ركز بس كده، هي مش هتجيب لك اكس 2 عشان فكرة تبقى فاهم، يعني انسى ان انت تاخد منها اكس 2، لسه في اكس 93. حلو حلو كده، اكس 2 بقى كده، اكس 2. عايز افهمك حاجة بقى، انت لو بتلعب بالحساب بتاعك مش هتجيب معاك اكس 2، انسى ده، لان ده الحساب اللي انا بلعب بيه ده حساب الشركة. يا عم ده في مبلغ صغير اهو اللي انت حاطه، لا 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 ده الفلوس اللي باقي. طبعا الشركة جابت لي الحساب 2 علشان عارفين ان احنا بنسجل فيديوهات للناس بنقول لهم خش بص اللعبة بتكسب ازاي، لكن بقول لك ما تصدقش. انا هلتقط كده، تمام. وركز انت بقى في الجيم الجاي، ركز ايه اللي هيحصل. يلا صباح الفل، خلاص انت كسبت منها مرة، مش هتسيبك، فهمني. هي كده ليها مرة كمان، يعني هي اديتنا الضعف اللي فات، اخدت حقها، فهمني يا اخويا. طيب مفيش مشكلة، هنلعب كمان جيم. يلا حلو. بس شغل عشوائي، فهمني. هي عايزة تكسبك هتكسبك، عايزة تخسرك هتخسرك. قربنا نوصل قد 2، هاخد نفس قد المبلغ كمان يعني، تمام. يلا حلو، انا هاخد كده التقط المكسب، اخدتها قد 2 اكس 2 يعني، تمام. تعالوا بقى نلعب الجيم كمان، شوف هتعمل معانا ايه. حلو، واخد بالك انت؟ هتجيب مش هتجيب ايه قد 2، خلاص عرفتك ان انت هتلعب على قد 2، هتطمعك تطمعك وبعدين تجيبك. وخد بالك خد بالك عشان ما تندمش، بس خد بالك دي هي اللعبة بتكسبني علشان الحساب الديمو بس، لكن والله هتلعب بفلوس حقيقية هتخسر، تمام يا اخويا. دلوقتي انا حبيت اوضح لك اللعبة دي عشان اللعبة دي هتنتشر زيادة عن اللزوم، وهتشوف ناس كتير من اصحاب القنوات بيتكلموا عنها، وهي اللعبة دي لان نازل فيها القود قليل، تمام. هتخش تجربها هتخسر، صدقني هتخسر، وتدي لك جيم والفلوس اللي هتديها لك هتاخدها مضاعفة. فنصيحة لأخوك، الناس اللي لسه مكملة وبتلعب، ابعد ابعد ابعد، تمام يا رجالة. عشان الفيديو بس ما يطولش معانا هنختم بده، ما تنسوش تعملنا كومنت جميل زيك كده واللايك الجميل. سلام يا أحلى رجالة في الدنيا.